ايه يا كابتن اللي موقفك مالت كده؟ هو ايه ده؟ انت مش شايف فستان الاصفر اللي داخل عليك؟ انا من المفاجأة بقى اللي انت مش عامله حسابك عليها ان انت داخله على واحد اصفر قاعد في المكان. اشربي ايه؟ غلس وعجوز وعندك 100 سنه. انا مش جاي اشرب، جاي اقول لك هابي فالنتاين. ما تزعليش مني، انا نسيت، بس اللي حصل لي الفترة اللي فاتت والتهزيق اللي أنا اتهزقته زي ما تقولي كده أثر على الذاكرة. محدش يقدر يهزقك. وأنا ما قلتلكيش؟ أنا اتهزقت خلاص. اتهزقت قوي كمان. وحظي الأسود بقى إني اتولدت مصري. وعندنا الحاجات دي بتنقح شوية. يعني تقدري تقولي كده الغبي عنده كرامة. كسبوا إيه؟ ما انا معاك اهو تحت رجلك، وبعدين ما انت اهو قدامي زي الفل. انت مش بلطجي يا حمزه عشان تتعامل مع الناس دي، انت الكسبان. كسبان ايه بقى ان شاء الله؟ كسبان انا؟ كسبانك ازاي يا حبيبه؟ قدرت اعمل لك حاجه؟ ولا هنقضيها كل يوم بقى اخد علقه الصبح وتيجي بالليل تطبطبي عليا وتقولي لي ما تزعلش يا حمزه؟ يا عم انت مش مؤلف، يعني حياتك مليانة دراما وأكشن وسسبنس ورومانس وحصان أبيض ومزة ورات لابسة شورت. شورت؟ بقول لك اتهزقت، قولي لي مزة وحصان وشورت. أنت هتفضلي مقضيها هبل في هبل كده كتير؟ ما هو الحب هبل يا عبيط؟ لا، الحب عبط يا هبلة. إملى إملى المكان طاقة سلبية وإحباط، شع. ما تتفائل شوية، ركز في كتابتك. كتابتي؟ كتابتي دي بقى مصيبة منيلة بستين ألف نيلة. ليه بقى إن شاء الله؟ طاشت مع فؤاد والرواية مش تنزل. طيب ممكن أنشرها لك أنا؟